في ريف حماة الشرقي يرسم كلام الليل خطوات النهار، إذ قلما يعرف ليل الثوار طعم الراحة أو النوم، ذلك لأنهم يدركون تماما أن تحرير شبر واحد من الأرض يحتاج لتعب وهمة ودم، ذلك بعد الانتشار الواسع الذي نفذه جيش الأسد وتمركزه في قرى كثيرة في ريف حما. الله أكبر والعزة لله. معركة قادمون، تحرير حاجز أبو الغر في ريف حماة الشرقي. المفكر وسوحة ومسعدة وبيت الطين ليست إلا قرى حموية بسيط عيشها وطيب أهلها، تحولت كلها إلى مسرح لمعارك طاحنة خاضها الثوار بهدف تحرير المنطقة والتخلص من حواجز جيش الأسد التي ضيقت على البلاد والعباد. ينجح الثوار بتحرير عدد من الحواجز والبلدات، منها ناحية السعن وحاجز جب خسارة. أما في حاجز أبي الغر فقد أقدم عناصره على حرق معتقلين كانوا لدى الحاجز عندما أيقنوا حتمية خسارتهم في المعركة. الله أكبر والعزة لله. قيام عناصر الشبيحة بإحراق جثث المعتقلين في حاجز أبو الغر ريف حماة الشرقي. يتوق سكان ريف حماة الشرقي للتنقل بحرية والعيش بأمان بعيدا عن حواجز جيش النظام وثكناته التي ملأت عليهم أحياءهم وقراهم، مثلهم أيضا أبناء ريف المحافظة الجنوبي ليلتهب ريف حماة كله. تتعدد أسماء المعارك وغرف العمليات، فحماة اليوم لا تعرف القاعدين أو الصامتين.